مع اخوتي كيفتم لاباس، المشاهدين ديالي كيفتم لاباس عليكم، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير احوال جيده. اليوم انا معكم واحد الحرشه ديال الزيتون، وانا معكم والصحتر معكم بالمقادير، شويه الملحه شويه الزعتر، هذه يعني غادي نعدل بها الحرشه. المهم هذه الزبده، وهذا واحد نص كاس ديال كويس صغيور، ها الزيت والماء والزيت مقطع، وهذه السميدة. وانا عاودة معكم ان شاء الله طريقة التحضير. انا عاودة معكم دابا، انا عاودة نضع ان شاء الله يا ربي حبيب، غادي نعملو الزبدة، غادي نهلكوها في 70 ديال الناعدة، غادي ندخلوها في الزيت شنو سميتو في الحرشة. لازم معايا ان شاء الله غير بالصبع اللي دانا، حتى ندخلوها كاملة في الزبدة. دابا غادي نعملو الزيت، وغنعملو شويه د الملحة، الزيت مالح شي شويه غير شويه وصافي. وغادي نخلط الخليط هدا الزبدة والزيت. دابا غادي نعملو شويه ديال هايا بسبسه، دابا غادي نعملو الصحتر، وغنزيدو نخلطوها الصحتر. دابا غادي نعمل لها الماء والزيتون حتى الاخر باش ما يطلقش في شويه شويه. كنعمل لها الماء، سمح نسيت الخميره، الخميره ديال الحلوى نسيتها ما عملتهاش، سمحوا لي. دابا غادي نعمل الزيتون،
خلطه غير هيدا باش ما يكون معجنوها شي، باش هذاك الزيت ما يطلقش فيها. باش كتجي كامله مزوقه، سمحوا لي يعني كامله، يعني الزيت كيكون في كل موطه في كل جهه. دابا خليوها شويه ترتاح وانا نرجع معاكم مع الديوان. عملت معاكم دابا هذا، دابا غادي نعمل غادي نكورها معاكم ان شاء الله في الحرشه. غادي نعمل هذا هنايا، وغادي هنا ان شاء الله. تجينا اللي ما عنده شي بهذا كيتعمل عيف شي غلاقه ديال الشوكولاط نوتيلا، اي غلاقه كتكون كتجي. انا غنشوف القاع على قلبهم دابا، باقي خصهم شي حاجه، ولكن المهم ديك الساعه نزيد نحمرهم. تحمروا من الباقي، وهانتوما معايا حتى نعاود نقلب ياخرين عاود ان شاء الله. هاهما ياخرين هاهما وجدو هادو، دابا باقي لي هادو كنعدلو، دابا باقي لي واحد ثلاثة ولا ربعة هيدا. هادي جات ستيك، واخا ماشي مشكل ماشي مشكل.
هي جات كبيره واحد جات بقات ما نقص منها وتعلم منها جوج تقدري نعملها كبيره. وشو ديك السميده الاولانيه اللي عملتها زولتها كامله تحرقت، وملي كتزولها كتعمل ملي كتعملها عملتها الثلاثه ما زدتش السميده حيت محروقه غادي تحرقوا، وخليتها هيدا وصافي. هانتوما معايا حتى الاخر، رجعت معاكم ان شاء الله. ها هما في الماجو كيحمقوا مزيانين الصراحه الله. شتي هادشي اللي عرفتيه هيدا شوف راه عرفتيه نيونين با كيجيو كي عرفتي ولدها دين كيجيو. جاو لي هادو جاو لي هاد الثلاثه انا مجرباهم زعما سبق لي عدلتهم. ها هما فين ما كنتمنى يا ربي الحبيب يعجبوكم وجربوهم، يعني دابا هما الحرشة كلشي كيعرف يعدلها. المهم ها هما فين ما جاو كيحمقوا جاو مزيونين. كنتمنى تعملوا لي ابوني وجيم وشي تعليقات وتفعلوا الجرس وصلكم الجديد وتنفيديو اخر ان شاء الله.